مشاهدينا، يعرف الفن بأن التزين والزينة هو تصميم شيء جديد مبدع وإتقان عمله، ويعرف أيضا الفن خاصة بأن مهارة شخصية تنتج عملا جماليا ويثير مشاعر البهجة والسرور في النفس الإنسانية. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعونا نرحب بالاستديو بالأستاذة فاطمة النداوي. صباح الخير وأنت رسامة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. في البداية أستاذة فاطمة، نبي نتكلم عن فن الرسم. ليش اخترتي فن الرسم من ضمن كل الفنون اللي موجودة؟ لأن فن الرسم يعطيني إمكانية أنه أعبر عن قضايا ومشاعر كثيرة بدون ما أنطق بكلمة واحدة، فلهذا التجأت إلى أغلب أوقاتي. صحيح. نعم، هل في طريقة رسم معينة؟ يعني أنا أشوف هني قطع موجودة يبالها، أظني مش رسم، يبالها إتقان، صح؟ نعم، هذه قطع مصنوعة من فن الرزن. نعم. أنا تعودت أنه ما أمشي على نمط معين بالفن، جربت كل الأنواع، الزيتي والأكريليك والزجاج والزخرفة. نعم. فماكو نوع معين يعني التزمت به أبدا. نعم. وأيضا أستاذة فاطمة، ذكرتي في بداية الحديث أنك أنت اتجهتي إلى الرسم دون كل الفنون، اللي هو لأنه يقدم رسالة من غير إحنا ما نتكلم عن الرسالة وعن القضية عفوا. لو تكلمينا أكثر عن الرسالة اللي أنت تحبي توجهها من خلال كل الفنون اللي أنت تمارسيها. هي حياتنا مرتبطة برسائل عديدة، يعني إحنا كل موقف نواجهه بحياتنا إذا رسالة معينة، وإحنا نعيش بعالم بقضايا كثيرة، فطبيعي أنه كل تفاصيل حياتنا تنعكس بالفن. صحيح. يعني أنت محبة للرسم ومتقنة لهذا الفن، وأيضاً عندك ميول لإتقان الخط العربي الجميل. يعني أنت أحس يوم تبين توصلين رسالة تقدرين توصلينها واضحة، ترسمين بعدة طرق. نعم. أي نعم، بعدة طرق، عندي هواية أساليب، المهم الواحد يوصل الشيء اللي يريد يوصله. نعم. وايضا فاطمه، احنا دائما لما نتكلم مع احد وصل بالموهبه او بفن معين الى مكان معين، لازم نذكر فكره الدعم، لانه هو ما وصل الى مكان اللي هو موجود فيه الا بوجود الدعم. كلمينا عن الدعم اللي انت حصلتي عليه، سواء كان من الاسره، من المنزل، او حتى من مثل ما نقول المسابقات اللي ممكن يشاركون فيها، او الورش حتى التدريبيه. بدايه انا نشأت بعائله جدا متذوقه للفن، فكانت تدعمني نفسيا وماديا بأغلب الأوقات. الدعم الثاني حصلت عليه من الأشخاص اللي حوالي، دائماً أنا محظوظة بعدد كبير من الأصدقاء والمحبين اللي يحبون الأعمال اللي أقدمها. نعم. عدا هذا، جامعة الشارقة دائماً تحتضن مواهبنا. نعم. موفرت لنا مرسم جامعي، موفرت لنا مسابقات أدبية كثيرة، كلها تنمي مواهبنا. نعم. فاطمة، كان موضوع حديثنا ونقاشنا اليوم أنا وحمدة عن موضوع تأثير الأصدقاء على حياة الفرد، وأنت الحين ذكرتي موضوع الأصدقاء بأنهم كان لهم دور إيجابي. نعم. في حياتك، هل هم كانوا أيضا موهوبين فاكتشفتي موهبتك، ولا أن من قبل أصدقائك كنت تعرفين ومحددة موهبتك وعارفة وين رايحة بالهدف؟ أنا تعمدت أحيط نفسي بأشخاص موهوبين وشغوفين، مو شرط بالرسم، بس الإنسانية اللي عندهم، الأسلوب، الاهتمامات، كلها مشتركة. نعم. وهذا الشيء دائما يعطيني إلهام ودافع حتى أستمر أكثر. نعم. وأيضا فاطمة، لكل شيء في حياتنا أو لكل مجال في حياتنا مثل ما نقول تأثير علينا، مثل ما ذكرت مروة في حديثها، لأنه أيضا التأثير اللي من مثل ما نقول الورش التدريبية أو التعليم الأكاديمي أو الجانب الأكاديمي من الموضوع له تأثير جدا كبير علينا. كلمينا عن تأثير الورش التدريبية على حياة الفنان، مش على فاطمة بس، على الفنانين بشكل أجمع. التدريب شيء مهم جدا، سواء احنا موهوبين او لا، لازم نستعين بشيء اكاديمي، ما ينفع نظل معتمدين على نفسنا. كمثال الخط العربي، انا لجأت الى معهد الشارقة للفنون ودرست هناك، كذلك الجامعة، دائما انا اكون موجودة بالمرسم الجامعي. نعم. لان هذا الشيء يختصر علي عدة سنوات من التعلم الذاتي. صحيح. فلهذا مهم. نعم. فاطمة، أنت شاركتي بأحد الأشياء اللي أقيمت بجامعة الشارقة، وهي نجمة القراءة. نعم. وحصلتي على المركز الأول، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، وشو عنت لك هذه الجائزة أو المركز الأول في هذا أكيد المنافسة اللي كانت بين الجامعة؟
هذه المسابقة دائماً لما تصير أغلب المشاركين يكونون من طلاب الكليات الأدبية. جميل. وأني ضد فكرة إنه شاطرين نحن اللي في الأدبي. أي الأهل الأدبي كلش مهتمين بهاي المسابقات والقراءة، بس أني ضد فكرة إنه الإنسان إذا درس تخصص علمي كهندسة أو طب يترك المجالات الأدبية ويترك تذوق الشعر والفنون وهاي الأمور. نعم. فحاولت أدخل بتحدي ويا نفسي إنه أثبت الجامعة إنه عادي الشخص يكون مهندس بس يتفوق بالمجال الأدبي. نعم. وفعلاً ناقشت القاعدة. ناقشت دكاترة من كليات اللغات والآداب وأخذت مركز أول الحمد لله. الحمد لله. أيضاً فاطمة دائماً يقال لنا أن إذا بتدخل مجال معين يجب أنك أنت تحب المجال اللي أنت فيه عشان تبدع فيه. لهذه المقولة جانب مثل ما نقول من الصحة، ولكن في حياتنا الشخصية وفي حياتنا الواقعية دائماً نقابل أشخاص هم ما درسوا هذا المجال. إحنا بنتكلم مثلاً عن مجال الإعلام، مش كل حد في مجال الإعلام له دراسة أكاديمية في هذا المجال ولكنه مبدع في هذا المجال. هل توافق الرأي؟ هل لازم لكل مثل الفنون؟ لأن الفنون مثل ما قالت مروة يحتاج لها إتقان لتطلع بالصورة الجميلة، لازم هل يكون هناك تدريب أو تعليم أكاديمي كبير لسنوات عدة مثل 4 أو 5 سنوات أو أنها يعتمد على الموهبة فقط؟ كل شيء بدون شغف ما ينجح، فالإنسان إذا عنده شغف بشيء ممكن يبدع به سواء درسه أو مدرسة، لكن المهم هو أنه يجتهد على نفسه ويتدرب به أكثر. نعم. هذه رسمة أكيد نستعرضها الآن لشباب واقفين، ممكن تخبرينا عنها أكثر؟ هذا مشهد تشييع. نعم. كان في لحظة يعني كنت أشاهد مشاهد تشييع لبعض الشهداء، فشعرت نفسي متأثرة إلى درجة من الصعب أكتب كلمات توصف هذا التأثر. نعم. فقررت أظن هايا شبابك يا وطن. هاي العبارة هواية نذكرها بالعراق يعني. نعم. قلتها صح؟ اي قلتيها صح الحمد لله. الله يرحم طبعا شهداء الوطن العربي اجمع، الا ان في الكثير من المهارات المكتسبه من ممارسه الفن مثل ما نقول في طرق عده، ولكن مع تطور التكنولوجيا فاطمه صار ايضا في الكليات اللي تعلم الرسم صارت تعلم الرسم بالطريقه التكنولوجيه، تطلب منا ان احنا نجيب مثل ايبادات اللي خاصه اصلا بالرسم عشان نقدر نحن نرسم فيها. كلمينا أكثر عن هذا الموضوع، هل أنت مع وجود التطور التكنولوجي في مجال الرسم أو أنه لازم يعتمد على الطريقة التقليدية فقط؟ أنا دائماً أميل للطريقة التقليدية لأنه هو الفن عبارة عن مشاعر إحنا نحطها باللوحة، فإذا أنا استخدمت أشياء إلكترونية صعب أخلي مشاعري والألوان واللمسة الخاصة بي. الأشياء الإلكترونية صارت مستهلكة ومبتذلة بالنسبة لي. ممكن هي تسهل الحركة الرسام وتوصيل الفكرة، لأنه مثل ما ذكرت في التعليم في الجامعات بما أن إحنا ما عندنا وقت أن إحنا نجيب مثل كل الألوان والفرش ومن هذه الأمور، فبالتالي أنهم يطلبون منا أن إحنا نسويها على الآيباد بشكل سريع، خاصة في مثلا رسم مثل ما نقول الأفلام، فإحنا نحتاج أول أنيميشن، نحتاج فقط إلى الرسومات السريعة لتوصيل فكرة الفيلم، فمن الممكن التكنولوجيا لها جانب إيجابي في الرسم أو توجه الرسامين له. هي يعني اكو ناس تهواها وتميل فقط للجانب التكنولوجي بالرسم، بس قلت لك انا شخصيا احب الانسان يلزم الالوان بنفسه ويحطها بايده. نعم. لانه بها احساس اكثر. صحيح. نعم. فاطمه ذكرتي قبل شوي بانك تدرسين موضوع اكيد الهندسه المعماريه وانت بالاساس اصلا رسامه، ولكن شو اضاف لك موضوع الهندسه المعماريه الى الرسم؟ الهندسة المعمارية علمتنا الصبر بشكل مو طبيعي. ما صرتي أدق شوي؟ الدقة فعلاً أكو دقة يعني زادت جداً، بس الصبر هو أكثر شيء تعلمناه. بالعادي إذا تملين من لوحة أو تتعبين منها أو تواجهش مشاكل ممكن تتركيها. صحيح. بالمعماري تعلمنا ما نترك الشيء لحد ما نتقنه تماماً. نعم. وهذا الشيء انعكس على أعمالي الفنية الأخيرة بعد ما درست المعماري بحيث صارت متقنة أكثر شوي. نعم. الحمد لله. وأيضاً أستاذة فاطمة ذكرتي لما سألتك عن الدعم اللي هو جامعة الشارقة ودعمها للرسامين المتواجدين في الجامعة، إلا أن أيضاً كان أول دور الجامعة كان يقتصر حول التعليم الطلاب اللي موجودين فيها، إلا أن حالياً صار كله مثل ما نقول التدريب الخارجي. بعض الجامعات والكليات في الدولة تنظم مثل ما نقول الورش الخارجية خارج دولة الإمارات لتعليم
الطلاب مختلف المناهج اللي تناقشها طبعا الجامعات. خبرينا اكثر عن دور الجامعه في مثل ما نقول دعم الفنان، خاصه جامعه الشارقه، في دعم الفنان وتوصيله الى ما هو عليه. الجامعه يعني توفر لنا ورش عديده مو بس بالرسم، الميكس ميديا وهذه الامور كلها. ودائما لما يصير مؤتمر عن المراه او عن تاثير المراه يكلمونا حتى نكون حاضرين، لانه يحاولون يطورونا من كل النواحي. حتى الجامعه طلبوا مني انه اطور نفسي اكثر حتى يسووا لي معرض خاص بي في يوم من الايام، وهذا الشيء يعني فضل كبير بالنسبه لي واضافه حلوه بالنسبه لي. جميل. خبرينا فاطمة أكثر عن أدواتك المهنية، كيف من الممكن أن تطورينها؟ يعني كل رسام الممكن أن يعيد نفسه عن طريق اللوحات بأنه خلاص ما عنده شيء جديد، من وين تستوحين رسوماتك وكيف من الممكن أن تطورين أدواتك المهنية؟ الرسام لازم يشوف الجماليات بتفاصيل صغيرة بحياته، ممكن أي شيء، ممكن واحد يصادف وردة بالطريق تحيلها بلوحة كاملة. أنا دائماً أحب أختلط بأشخاص يعني معايشين تجارب كثيرة بحياتهم وأستلهم منهم من قصص حياتهم على أعمالي، وهذا الشيء يعني غيرته كذا مرة، إنه أرسم لوحات، أسوي فن رزن، كله أحاول أبين به أفكار مالت تجارب الناس يعني. نعم جميل. أيضا أستاذة فاطمة ذكرنا أن من الممكن الرسالة المقدمة من خلال الفن تختلف من فنان إلى آخر، مش كل الناس على علم كبير بفن الرسم والفنون الأخرى، فبالتالي بعض الأشخاص لما يزورون الأماكن أو مثل ما نقول اللوحات اللي يعتمدها الفنانين ما يلاقون مثل ما نقول الرسالة المقدمة، يحسوا أنها مجرد ألوان وضعت مع بعض عشان تكون لوحة ما. لكن هل من الممكن أن يتجه الفنان في يوم من الأيام أنه هو يشرح الفن لقلة مثل ما نقول الناس التي تستوعب الفن أو رسالات المقدمة من الفن؟ هو الفن يعتمد على المتلقي، إذا المتلقي ما استوعب الفكرة منه صعب أني أوصل له الرسالة بكلامي. الفن لازم يشرح نفسه، لما يوصل مرحلة أنه اللوحة ما تنفهم إلا صاحبها يتكلم عنها، فما اعتبر انه الرسام نجح انه يوصل رسالته منها. نعم. نعم. فاطمة اكيد مثل ما ذكرنا قبل شوي بانك تسوين هذا النوع من الفن وممكن نعم. ان استخدامه في المنزل واللي هناك ايضا يعتبر كصحن لي اكيد او للجلاس او لاشياء صح؟ اي صحيح. شو هذاك اللي هناك؟ صحيح. هو قاعدة قاعدة لشموع، قاعدة لأكيد جلاس، ولكن هل من الممكن أن تتوجهين للعمل بهذه المواضيع، وخاصة أن أصبح اليوم الأعمال اليدوية أو الأشياء المشغولة باليد أصبحت محبوبة أكثر لأنها صحيح. مميزة؟ أنا فعلاً بديت أعمل بهذا المجال وصار عندي شغل خاص، ويعني دا أسوي بها مثلاً بيبي شاور وحفلات وهاي الأمور بهاي القطع. أي نعم. ايضا في فكره حابه اتكلم عنها، دائما لما نقابل فنانين نحاول نحن نسالهم كيف من الممكن نحن نكون او نوحد الطريق لدخولنا الى الفن. احنا عارفين انه فن الرسم من الفنون اللي نحتاج فيها الموهبه لندخل هذا الفن، لكن اذا انا ومثلا مروه حابين ان احنا ندخل في هذا الفن، شو من المهارات اللي يجب ان نتمتع فيها لنصل الى مثلا هذا النوع من الابداع؟ انا هذه المهاره الوحيده اللي مستحيل اتعلمها، لان بعدني ارسم سيارة نفس مربع صف ثالث، المربع والدوائر هذه. الرسم ممكن واحد يعني يتعلمه بدون ما يكون موهوب، بس يحتاج تدريب كثير، بس يعني ما أتوقع أنه ممكن يتوسع به إلى درجة يصبح فنان تشكيلي وهو ما عنده موهبة، يعني هي هبة من الله. نعم. بس ممكن تتعلموها عادي. إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص أنا بتعلمها بس. إن شاء الله. فاطمة وين حابين؟ وين حابة؟ شفتي جماعة الحين وين حابين؟ أنا معتبرة نفسي فنانة وياك. فاطمة وين حابة توصلين بالرسم؟ أنا طموحي مو محددة بس بالرسم، لأنه أنا معمارية بنفس الوقت، فأنا حابة أنه أدمج هالفنين سوية. أتمنى بيوم من الأيام أسوي معرض رسم خاص بي في بناية من تصميمي الخاص، يكون نعم. كل شيء بها من أعمالي يعني. صحيح. طبعا أستاذة فاطمة احنا نود ان احنا نشكرك على تواصلك اليوم معنا وجودك ايضا بالاستديو اليوم معنا. شكرا. شكرا جزيلا. نورتينا، يعطيك العافية.
مشاهدينا، احنا على هذا القدر نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، تابعونا الأسبوع القادم في نفس الموعد. مشاهدينا أكيد استمتعوا بإجازتكم وكونوا محيطين بالأشخاص الإيجابيين واللي يحبونكم فعلا، وتذكروا بأن فعلا الأصدقاء لهم تأثير كبير على حياتكم. في أمان الله.